مسألة المدارس التكنولوجية التطبيقية. مصر الحقيقة، وده شيء رائع بالمناسبة، وأنا مصر على أنه ده برضو بيعكس لك فكرة من ضمن أفكار أو فلسفات الجمهورية الجديدة. الرئيس من كام سنة قال حاجة حلوة قوي متعلقة بالعاصمة الإدارية. لا أنا مش هكلمك عن العاصمة، أنا هقول لك على الجملة. الجملة دي وقتها عجبتني قوي. قال أصل إحنا مش هنعزل، يعني احنا مش رايحين هناك واخدين معانا العفش القديم، والا نبقى ما عملناش حاجه. يعني ايه العفش القديم؟ يعني ده بقى الفكره اللي وصلتني وقتها، يعني احنا مش رايحين هناك بنفس طريقه تفكيرنا القديمه، مش رايحين بنفس ثقافتنا المجتمعيه القديمه، وجزء صغير منها كده اللي هو مثلا ايه، فوت علينا بكره يا سيد. فاكرين الجملة الشهيرة دي؟ كانت حتى تتقال كده في الإذاعة، في مسلسل إذاعي كان دايما يتذاع الصبح، فوت علينا بكرة يا سيد. لا مفيش من ده، احنا مش رايحين علشان خاطر تاني هنرجع نكتب في ورق وحضرة البشكاتب يبص وروح يا نوفمبر تعالى يا ديسمبر. مفيش. فلسفة مدارس التكنولوجيا التطبيقية زي ما كنت بقول لك كده هي جزء من الفلسفة الأوسع والأضخم والأشمل بتاعة جمهورية جديدة. إحنا مش هنرجع تاني يبقى في عندنا المدارس الفنية بمفهومها القديم واللي ما كانتش متواكبة مع المتطلبات بتاعة التكنولوجيا الجديدة والثورات الصناعية الجديدة اللي إحنا ملحقناش التلاتة أربعة اللي فاتوا منها، حاجات كده. لا، احنا عاوزين، او بالادق الدوله لما خدت القرار في اطار زي ما بقول لك فلسفه عامه كده لكلمه جمهوريه جديده، انا بعمل مدارس بمفهوم تاني خالص، مدارس فنيه زيها زي اللي موجوده في المانيا على سبيل المثال. مش احنا دايما نفخر بالصناعه الالمانيه كده نقول لك يا سلام ده المكنه دي الماني، ده العربيه دي الماني، ده مش عارف ايه ده الماني، اي حاجه زي كده ان لم تكن طبق الاصل. وفي ظني لو مشينا بنفس الطريق او مشينا على نفس الطريق ونفس السكه، لا احنا هنعدي، هنعدي ده كمان، هنعدي اللي بيحصل في المانيا، هنعدي اللي بيحصل في انجلترا، هنعدي والله هتشوف. ومش عشان بس بحلف لك، لكن انا بقول لك اهو لان انا شفت المدارس دي عامله ازاي، وشفت حجم الاقبال على خريجينها عاملين ازاي. مدارس معموله علشان تطلع شاب زي الفل ينفع يشتغل في أتخن مصنع بأروع وأحدث تكنولوجيا في العالم. عاوز توديه اليابان هيروح، عاوز توديه ألمانيا هيروح، عايز توديه بلجيكا هيروح. فتحصل شراكة ما بين الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني وما بين وزارة الهجرة على إيه بقى؟ مسألة التأهيل والتجهيز، مش بقى التدريس، التدريس ده خلاص كده مهمة الإدارة. طيب التأهيل والتجهيز بتاع خريجين التعليم الفني التقني التكنولوجي التطبيقي الجديد ده، علشان لو عاوز يطلع بره يطلع بالطريقة الصح، يطلع قانوني، يطلع سليم، فيبقى واخد حقه تلت ومتلت، ساعة العمل بتاعته تبقى زيه زي أدخن تخين في العالم، ما هو مش أقل منهم في حاجة. وهنا نرحب وبشدة بدكتور عمرو بوصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية. ازي حضرتك يا دكتور عمرو؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ اللي انا كنت بقوله ده صح يا فندم ولا انا قاعد عمال بفتي؟ لا طبعا صح يا فندم، وان شاء الله باذن الله يعني نحب نوضح لسيادتك وللساده المشاهدين انه البروتوكول ده معمول بالتعاون زي ما سيادتك تفضلت مع وزاره الهجره وتحت رعايه وزاره الخارجيه كمان، لانه احنا بنعمل بروتوكول تعاون متكامل بحيث انه يتيح لابنائنا الخريجين والخريجات، لان احنا مش بنصدر بس الذكور، احنا بنصدر ذكور واناث. في الحقيقه احنا بنعد اولادنا ان هم يطلعوا بالطريقه السليمه زي ما سيادتك تفضلت، لانه في الحقيقه ده حلم بيراود كثير من الشباب في انه يلتحق بسوق العمل الخارجي. طيب الدوله بتوفر له الفرصه ان هو يتعلم تعليم تكنولوجي جيد
عنده المهارات الأساسية، عنده اللغة، عنده كمان الأساسيات بتاعة الثقافة بتاعة الدولة اللي هيجد ليها أو اللي بيود الهجرة ليها. لكن الحقيقة السؤال اللي بيتبادر في الذهن هنا، هل إحنا بنعد ولادنا وبناتنا بس الهجرة؟ الإجابة لا طبعا. أنا بشوف المهن اللي موجودة في سوق العمل العالمي ولسوق العمل المصري بيحتاجها، ودي المهن اللي أنا بركز على إعداد أبنائنا وبناتنا للعمل فيها. في حالة إن الولد أو البنت بيجتاز الاختبارات المتعلقة باللغة والمتعلقة بال يعني تقبل الثقافة الغربية أو ثقافة الدولة اللي هو رايح لها، دول اللي بيسافر، والباقي بيفري الحياة العملية داخل السوق المصري في كل قطاعات وشرايين الاقتصاد القومي المصري. حلو. دي من ناحية. من ناحية تانية كمان احنا بناخد الخريجين اللي اتخرجوا وبيعاد تدريبهم سواء كان داخل وزارة او في مراكز التأهيل الخاصة بوزارة القوى العاملة في تعاون اخر عشان نوصل خريجينا برضو للامالهم اللي هم بيعقدوها لتحقيق مستقبل افضل. واحنا كلنا عارفين ان حتى الايادي العامله النسبه الاكبر من المتحصلات الدولاريه المصريه بتاتي من عوائد العاملين المصريين في الخارج. فكل ان شاء الله بيصب في مصلحه مصر لتحقيق مستقبل افضل لبلدنا ولاولادنا. طيب ده عظيم جدا. طيب بما ان احنا في كل الاحوال ولادنا بيبقوا جاهزين للعمل داخل السوق المحلي او السوق الاقليمي، واحنا بنشتغل على التأهيل والتجهيز للخروج الى السوق الدولي ان اراد، مش كده؟ مظبوط. حلو. مهم قوي مسألة بطريقة قانونية. حضرتك قلت لي كمان جملة مهمة قوي جدا خالص، احنا بنجهزه لثقافة المكان او الدولة او المجتمع اللي هو رايح. طبعا يا فندم، لان هو لازم يكون مسافر وعارف ايه حقوقه وواجباته، لان هو لازم يكون عارف انه في المجتمعات المتحضره الواحد زي ما بيكون لها حقوق فعليه واجبات، فبيبقى عارف بالظبط ايه هي الشروط التي يجب ان يستوفيها حتى يلتحق بسوق العمل بطريقه قانونيه، وايه كمان حقوقه في حاله لا قدر الله وجود خلاف مع صاحب العمل او انه في اي مشكله، ازاي بيتواصل مع البعثه الدبلوماسيه المصريه اللي موجوده في الدوله اللي هو فيها، ازاي يسجل نفسه، ازاي تقدر البعثه دي تدافع عن حقوقه، وازاي هو ياخد حقه بطريقه مباشره من صاحب العمل في حاله وجود نزاع لا قدر الله. وكمان عارف ايه الاشتراطات اللي الدوله دي بتشترطها في وجود هذا العامل على اراضيها، وان هو ازاي بيؤدي عمله بطريقه سليمه حتى يتسنى للحصول على حقوقه بطريقه كامله ومشروعه. طيب ده رائع جدا دكتور عمرو. بالتجربه واضح ان في اقبال شديد من اولياء الامور والطلبه على ان هم يلتحقوا بهذه المدارس التكنولوجيه التطبيقيه. هل زي ما يتقال كده في البايب لاين، في المستقبل القريب، ان احنا هيبقى في عندنا عدد اكبر من المدارس نتيجه الاقبال المذهل اللي حصل ده؟ الحمد لله احنا يعني بنعد العده لانه عدد المدارس يتضاعف في السنوات القادمه. بس بحب يعني اوضحه لسيادتك وللساده المشاهدين انه هذه الفرصه مش بس متاحه لخريج مدارس التكنولوجيا التطبيقيه، ولكنها متاحه لكل خريج التعليم الفني. فاحنا بنحاول ان احنا نساعد ولادنا كلهم من التعليم الفني ومن غيره، بس بالاخص التعليم الفني، لان هو ده الحياه السوق الاكبر المطلوب بره في الدول الغربية. لأنه الحقيقة ما فيش الحاجة للمستوى التعليمي العالي زي ما الناس معتقدة أو بتتصور. بالعكس، ده مش بس خريج التعليم التكنولوجي أو التقني هو ده الأكثر طلبا، وكمان الأغلى سعر. يعني سعر الصنايعي في تخصصات كتيرة جدا بيفوق سعر المهندس وساعات الطبيب في دول الغربية زي ألمانيا وزي إيطاليا وزي إنجلترا. عظيم جدا. هم سعرهم غالي، وكمان في نظرة في وجودهم في الدول دي. فإحنا بنتيح هذا النوع من التدريب والتأهيل لجميع خريج التعليم الفني، وبالأخص طبعا مدارس التكنولوجيا التطبيقية. وإن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية
يمكن تشهد توقيع 5 بروتوكولات تعاون مع شركات كبيرة جدا في خلال الأسبوعين اللي جايين لإنشاء 5 مدارس جديدة عشان يكملوا 50 مدرسة، وإن شاء الله مطلوب منا مضاعفة هذه الأرقام في القريب العاجل. بإذن الله بإذن الله. أشكرك جدا يا دكتور، وربنا يوفقك يعني دايما بإذن الله. ألف شكر دكتور عمرو بوصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة المدارس التكنولوجية التطبيقية.